مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن تطبيق إكس وتحديدا عن طريقة تفعيل الاشتراكات وكسب الأموال في تطبيق إكس. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طالب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو. في البداية طبعا، بعد ما توصل إلى الأرباح راح ندخل على التطبيق وتشاهدون طريقة التفعيل. ندخل على تطبيق إكس وهذا حسابي مثل ما تشاهدون. تدخل على بريميوم، يظهر عندك هذه الصفحة، تدخل على تحقيق الأرباح، راح يظهر عندك الاشتراكات، تدخل على الاشتراكات، اشتراكات مدفوعة لمتابعين أكثر تفاعلا. الآن كسب الأموال، التحقق من الأهلية، توثيق الحساب، 500 متابع، نشط في آخر 30 يوم، عمر أقل من 18، وراح متابعة إلى التطبيق. تبقى أنت براحتك هنا، تريد دولار دولارين 3 دولارات راح نخليها دولارين، وهنا خصص دقيقة لإلقاء التحية، هنا إضافة مقدمة، إضافة مقدمة بالعلى راح تكتب رسالة تر معلومات الحمية بالواحد راح يشترك ويا وصف المزايا الناس راح تقدم مزايا راح تقدمها لكل واحد راح يشترك كل واحد يدفع اشتراك اللي يريد يتواصل وياي عنده مشكلة يتواصل وياي وأكون دائما ويا وأساعده. بعدها أكبس على التالي، هنا التالي، التقدم بطلب للحصول على الاشتراكات، هنا نعمل إرسال، والآن تم إرسال الطلب، فهذا أول شيء مكتمل. هنا راح نجي على الشيء الثاني، التأهيل على الأرباح، هنا باقي الحصول على 5 ملايين مشاهدة لمنشوراتك خلال 3 أشهر، شلون راح تعرف؟ الطريقة طبعا هذا شيء جدا مهم انه انتو تاخذون الارباح، لان انت تتعبون حتى تشاهد مشاهداتك خلال شهر. راح تدخل على بريميوم وتدخل على التحليلات، راح تشاهد هنا مشاهداتك لازم تكون 5 مليون مشاهدة خلال 3 اشهر راح تبدي تحصل على الارباح، فان شاء الله اوصلها وابشركم ونكمل الخطوات ونبدي نستلم أموال من تطبيق إكس. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير أنه هذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف طريقة الاشتراك في إكس بريميوم، وأيضا الفيديو الثاني لو كان عندك هاتف آيفون 15 و16 تريد تحافظ على البطارية فهذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف كيف راح توقف الإضاءة المستمرة في الآيفون 15 و16. شاهد الفيديوهات كلش تستفادون، لا تنسون الاشتراك واللايك. مع السلامة.